سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل فيسبوك تأكيد على تطبيقكم فيس. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، سوف نضغط هنا على تطبيقات، ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل الضغط هنا على فيسبوك خاص بكم، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، سوف نضغط هنا على الموافقة، ثم سوف نقوم بالضغط على مكان التخزين، سوف نضغط هنا على مسح التخزين المؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف وإعادة تشغيل الهاتف خاص بكم، سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن سياج خاص بك عن فيسبوك عفوا خاص بكم، سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم فيس. نراكم في الفيديو القادم إن شاء الله.